وهلا رح ننتقل لمجموعه من الاخبار اللي كانت موجوده على صفحات السوشيال ميديا، ايضا تناقلتها مجموعه من المواقع الالكترونيه المختصه ببعض الصحف. رح ابدا اليوم باول اخبارنا واللي بيتحدث عن اعاده عمليه ترميم لقوس النصر في مدينه تدمر، رح يكون اكيد بشهر تشرين القادم وكانون الاول المقبلين. اعلنت مديره مركز انقاذ الاثار التابعه لاكاديميه العلوم الروسيه ناتاليا سولوفيوفا انه ترميم قوس النصر في مدينه تدمر رح يكون على ايد الخبراء الروسيين وايضا السوريين، ورح ينطلق هذا الترميم في شهري تشرين الثاني وكانون الأول المقبلين. بتصريحاتها يعني خلال افتتاح معرض تدمران رابط الأشجار ورابط الشعوب، رابط الأزمنة الخاص أكيد بترميم قوس النصر بمدينة سان بطرسبورغ، تحدثت بأنه رح يكون عملية الترميم، هي أصلا كانت عم يتحدثوا بإعادة ترميم قوس النصر خلال الفترة الماضية وربما أكثر من سنة، ورح يبدأوا بعملية الترميم إن شاء الله خلال الشهر القادم أو الشهرين القادمين. وأكدت بأنه تم الحفاظ على 70% من أحجار قوس النصر، حيث سيتعين استخراج كل الشظايا وكل المواد الدخيلة اللي دخلت إلى قوس النصر نتيجة ل يعني كانت موجودة هي المنطقة يعني تحت هيئة أو خلينا نقول تحت يعني حرب جدا كبيرة، وتنظيم داعش كان موجود أيضا بتدمر. تنظيم داعش يعني من أبشع الجرائم اللي ارتكبها بمدينة تدمر وتحديدا بالمدينة الأثرية، هو اغتيال يعني العالم خالد الأسعد يلي ما فرط لا بأثار تدمر ولا بالمعلومات اللي بتدل على الأثار اللي كانت موجودة بتدمر، وللأسف تم اغتياله بالإضافة للتخريب يلي حصل على المدينة القديمة والأضرار، بالإضافة لموضوع التفجيرات يلي صارت ضمن المدينة القديمة لا يعني محو هي الحضارة وهذا التراث. وهذا النهج يعني عم نحكي عم نقول، ولكن هو مو غريب على داعش وعلى هذا الفكر يلي كان عم ينشره. هي الشيء الإيجابي بأنه نحن فعلا عم نشهد بالفترة الأخيرة إعادة ترميم كم كبير من الأماكن التاريخية والأثرية. صحيح. يعني من يومين كنا عم نحكي عن إعادة ترميم سور الأربعين بحمص القديمة، وتحدثنا عن الجهود يلي كانت فعلا عم بتقدمها الدولة لإعادة القطع المسروقة، إذا كنا عم نحكي عن الآثار أو إذا كنا عم نحكي عن إعادة ترميم المناطق الأثرية بحلب، خصوصا هي تعرضت لعدوان ممنهج لاستهداف. صحيح. الآثار السورية واستهداف التاريخ السوري. تماماً. فإن شاء الله هيك وشة خير منشوف هاي الإنجازات على أكيد الواقع. أكيد يعني هي رسالة كتير مهمة إنه شو ما صار وشو ما جرى وشو ما عملتوا رح نرجع ونرمم ونعمر ونعمل أثار ونعمل حضارة ونحافظ على الحضارة الموجودة رغم كل شيء خربتوه، كل شيء عملتوه، كل شيء ادعيتوه، إنما أصحاب الفكر والحضارة والحق دائما بيرجعوا بيعمروا وبيرجعوا بيبنوا وبيرجعوا بيقدموا. هاي كان خبرنا الأول، رح نروح لخبر تاني يتعلق بمشاكل البعوض اللي البعض عم يعاني منها هاي الفترة وخاصة بفصل الصيف. في بعض الحقائق بتقول انه عندنا فكر عن البعوض لازم نغيره، تمام؟ خرافات. رح نحكي بين الخرافات وبين الحقيقة. الخبراء بيقولوا انه بعض هاي الطرق اللي نتعامل فيها مع آفة البعوض قد تكون مبنية على مفاهيم خاطئة. هل يساعد إطفاء الأنوار على وجود أو وجود رائحة جوز الهند على تجنب البعوض؟ بعض العلاجات فعالة بالفعل بينما تبقى أخرى مجرد خرافة، يعني إذا طفيت الضوء ما رح تطلع البعوضة لبرا وتقول آه والله جاي الكهرباء برا كبسوا علي الموضوع أبدا ما بتعلق بهذا الشيء. الخرافة الثانية أنه مثلا البعوض يحب الدم الحلو، تعد هي المعلومة من أبرز الأساطير حول بعض هي المفاهيم. يشير خبير البعوض وعالم الأحياء هيلجي كامبن إلى خطأين. أول شيء ما في دم حلو، دم حامض ودم مالح، هي أول شغلة. هي أول معلومة. إنه والله هي بتحب دمي لأنه حلو. بتوقع هذا الشخص اللي بيقرصه كتير هو اللي طلع هاي الإشاعة إنه دمي حلو لهيك عم يكد وراي. أول شيء وثاني شيء البعوض ما بينجذب للدم، يعني والله شم ريحة الدم فأجا هجم علي. بل يعني اساسا ما يعني ما بتنجذب للروائح بشكل عام، وهذا الموضوع خاطئ تماما. يضيف انه الحشرات بتنجذب لمزيج ثاني اكسيد الكربون يلي بنتنفسه والروائح المنبعثه من خلال جلدنا، والتي تعرف بكوكتيل الروائح، يعني مو دم انما مثلا ممكن شخص يكون اذا بدنا نقول هلا بالصيف يعني له يوم ما انه متحمم مثلا
يعني خليني بسط الموضوع، خليني بسط الموضوع اكثر. يعني هي المزيج والكوكتيل من الروائح اللي ممكن تنبعث من الجسم ممكن تكون مستقطب جدا للبعوض ومنفر للبشر. بدي اروح لشغله ثانيه. هلا هو بيلعب على الجهتين. هلا حبيت تحليلك انا، بس في تحليل ثاني عرفتهم، في هدول الاقراصي بينباعوا احيانا بالسوبر ماركت كرمال انت تحرقهم فبتطلع ريحه كثير نفاثه فبتطرد كل انواع الحشرات، اذا كنا عم نحكي عن ناموس وبعوض واي شيء هيك صغير بالبيت فبينطرد. انا بعتقد انه هي بتقتل كل شيء كائن حي بالبيت، بتقتل الانسان، بتقتل كل شيء الا انه بيطلع الناموس من الغرفه. ما هي شيء تحرقه وبيصير صح. هي بتوقف على حافه الجهاز مثلا. خلصتوا خلص التبخير. هلا اللعاب بخفف من الحكه او من لدغات البعوض. هذا الموضوع كمان ممكن يكون صحيح جزئيا، الحكه ما بتخف بسبب اللعاب نفسه بل بسبب تاثير التبريد. يعني ممكن مثلا نحط قطعه ثلج كفيله هي عن موضوع اللعاب وهي الحاله nice. ما كثير رواء. تمام، فهيك بعض النصائح بما يتعلق بالبعوض، فعلى امل نكون صححنا بعض المفاهيم بشكل عام حول هي الافه اللي بنعاني منها بالصيف اكثر من الشتويه للصراحه، وخاصه فصل الاب. قال فصل اب، شهر اب. انا بدي اخلص من فصل الصيف. بس بدك تقطع على هالشهر بالكيميورو على تماما لدرجه عملته فصل. انا اكثر شيء حبيته بس موضوع انه ما في دم حلو يوم جاي، اذا اي حدا هيك بيقول لك انه والله انا عم برص كثير فانا دمي حلو ما في موجود، يعني هي القصه.